اسمع تعال بروك شيء. شيء والله العظيم وايد حلو جامد. تعال 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 عادي يا اخي ما حد بيعرف. يا اخي انت حرامي. لا 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 استنى 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 صار لها ساعة موجودة. الله قاعد يشوفنا. قال لك انا ما باخذه زين 500 وايد فرقة. خلاص زين اليوم موجودين في حلقة جديدة من برنامج الجيل الواعد، تجربة جديدة ومكان جديد. خلونا نتعرف على هذه التجربة اليوم مع منو؟ مع بطلنا عبد العزيز اللي راح يشاركني في هذه الحلقة اليوم. عبد العزيز شخبارك؟ جاهز اليوم؟ جاهز. اليوم أنا راح أشرح حق عبد العزيز شنو بنسوي. عبد العزيز شوف لحظة خليني أرويك، شوف هذه 500 500 هذه راح نحطها هناك واحنا راح نكون ورا. انت شنو اللي عليك تسويه؟ اللي عليك تسويه انك تحاول الطلاب اللي هني هذول تشوفهم تحاول تسحبهم وتقول لهم 500 ريال خلنا ناخذها خلنا نستفيد منها ونبي نشوف ردة فعل الطلاب اللي معاك شنو راح يسوون. طبعاً غرفة المراقبة هني مثل ما تشوفونها شفافة وما حد يقدر يشوف شنو اللي قاعد يصير داخل. احنا داخل راح نصور الأكشن اللي راح يصير في هذا المكان. بنشوف ردة فعل الأطفال على 500 ريال اللي حاطينها. وصلنا معاكم لهذه الغرفة الجميلة ومعي عبد العزيز. عبد العزيز شوف الكاميرا شلون حاطينها داخل، ترى اللي برا ما حد يقدر يشوفه. فالحين حطينا لك ال 500 هني، شنو بتسوي؟ بروح نادي الطالب. ايه؟ اقول له تعال في شيء، اذا قال لي شنو اقول له تعال تعال الحين بتعرف. اذا بقول له ايش رايك بالفلوس؟ اذا قال لي بقول له ايش رايك ناخذها، اذا قال لي لا بقول له ناخذ الفلوس وايد زينه يمدنا نشتري فيها اشياء وايد. حلو، يعني بتحاول تقنعه انه تاخذ الفلوس وتشوف رده فعله صح؟ ايوه. بس ما نبيك تشوف الكاميرا، نبيك خلاص تتصرف طبيعي معاه ونشوف الحين ردة فعلهم. تمام؟ تمام. جاهز؟ كفك. تعال بس انت بيك تعال بقول لك شيء. اي تعال تعال بقول لك. لا حد يجي بس بس بيك انت. حلو. شو اسمك؟ شو اسمك؟ عيسى. شو اسمك؟ عبد العزيز. تعال بقول لك لقيت 500 ايش رايك ناخذه؟ ليش كنت كورة ما أقولي إيش سوي؟ تعال تعال شلون كذا ما قدرت؟ تعال شو رايك ناخذها؟ لا 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 عادي عادي ما حد بيعرف. إيش دخل؟ الله يجوبك شلون؟ خلنا ناخذها يا أخي. الله يجوبك حرام. خلنا ناخذها يا أخي. الله يشوف. خلنا ناخذها. الله يشوف. عادي عادي عادي. والله مسك الكورة مقطع علي كذا. سراقة حرام. مقدر مخلاني. ما أعرف. ناخذها يا أخي. عادي. يا أخي أنت حرامي. يا أخي مو بحرامي بس. أنت حرامي. بس. لا أنت شكلك تبي فلوس، خلنا نروح ناخذها. اختار 50. هاي الفلوس حقك. لا مو بحقي. عادي. أنت حرامي. تعرف شنو؟ عادي ما حد يعرف، ما حد قاعد يشوفنا. الله يشوفك، الله قاعد يشوفنا. كي قاعد يشوفنا بس ما بس بناخذها بعدين اذا في حد قفطنا بنهرب. عادي. تعال اقول اقول لا خلاص خلاص خلاص. ايوه ما يعد. خلاص خلاص. طبعا خلصنا معاكم الموقف الاول، بصراحه موقف جميل. طالب جاء وحاول يقنعه، عبد العزيز يحاول يقنعه وهو يحاول يقنعه، يقول له حرام حرام حرام، عبد العزيز يقول له عادي ما حد قاعد يشوفنا، ذاك يقول له اسمع تعال بقول لك شيء، تعال تعال بقول لك موضوع والله والله، تعال ابيك ما ابي حد يجي، تعال بس لف عادي يا اخي
طيب اسمع تعال بروك شيء وايد زين وحلو والله. تعال اوريك. تعال شوي اسرع. هذه شوف ال 500 ايش رايك ناخذها؟ شفت ال 500؟ تعال هذه كيف تحب؟ خذها بلابل. لا تعال ناخذها يا اخي. تعال ترى عادي تعال يا اخي خذها عادي ترى 500. ليش لا؟ حبيبي حرام. اوكي حرام عادي ناخذها بعدين نروح بنقول حق الاستاذ ولا ما نقول له ترى عادي تعال. طبعا خلاص احنا هذا الموقف الثاني. عبد العزيز قاعد يدور الطلاب. الموقف الاول كان جميل، طالب جاء خذ الفلوس بس بعدين قال لا حرام ما يصير تاخذ فلوس، كان يمثل عليه. عبد العزيز يحاول اقناعه يقول له ما حد قاعد يشوفنا، ذا قال له الله يشوفنا. الموقف الثاني حتى الطالب ما قرب من الفلوس، انا يدري ان هذه الفلوس مبلة فما اخذها ولا قرب منها، والحين عبد العزيز قاعد يدور لنا طالب ثالث. مواقف جميله قاعدين نشوفها من الطلاب لانه يدرون ان هذا الشيء حرام، هذا المبلغ مبلة وما يصير ياخذ. تعال شيء والله. شو اسمك اول؟ حمد بدي في الزمان. اوكي تعال في شيء والله العظيم وايد حلو جامد. تعال تشوفه. شنو؟ ايش رايك ناخذه؟ تعال حاضر ما حد بيعرف. تعال شنو؟ ايش رايك ناخذه؟ ايش فيك؟ في 500 ايش رايك ناخذه؟ ليش؟ ما حد بيعرف ما حد بيطالع. بس بدنا حمار. لا والله تعال تكفى. انا بعطيك 500 عشان ما اخذه. لا خلنا ناخذه ليش لا؟ ليش؟ انا مو حمار. تعال عادي ترى ما حد بيكفطنا. انا بعطيك 500 عشان ما اخذه. ما حد بيكفطنا تعال حبيبي والله ما حد بيكفطنا. اوكي يلا تعال احلف تاخذها بس ما تعطيها للصاد. زين لا زبل استنى تعال تبي تبوك امشي. لا والله ما بقلنا خلاص. لا حرام عيب. لا عادي. لا يمكن ما لحد ما تدري. بقول لك انتبه. شنو؟ يا اخي صار لها حوالي ساعة ما حد سمع. اوكي اذا واتعدد اذا فلو هاي اسكت لا تعلي صوتك. اقول لك انا ما باخذه زين؟ اوكي خلاص زين خلاص. يا جماعة مواقف جميلة وايد حلوة هالمواقف، يعني يجيبها يسحبها لهنا يشوف ال 500 قدامه يشوف فلوس قدامه ما يبي ياخذها ولا راح يروح يعني يقول له حرام المفروض ما ناخذها هذه مو بلنا، حتى لو صار لها ساعة صار لها ساعتين أربع ساعات موجودة في هالمكان مو بلك فما لك حق إنك تاخذها. فهالمواقف جميلة قاعدين نشوفها من الطلاب. الحين بيجيب واحد بعد واحد ثاني فنشوف شنو راح يصير. شفته؟ ايش؟ ايش رايك ناخذها؟ ايش هي؟ 50 تعال هني هذه تعال فلوس والله ناخذها. لا تكفى تعال ما حد بيشوف. ليش؟ تعال ليش لا؟ حتى مو براضي يقرب من الفلوس، ما يبي يقرب. كل حكتها صار لها ساعة موجودة. كلافة عادي يا أخي ما حد بيعرف. ما حد بيشوف. يا أخي تعال تكفى. قل له الله يعرف. حرام. ما زالت محاولات عبد العزيز مستمرة إنه يجيب لنا واحد ممكن إنه ياخذ الفلوس، بس للحين ما في ولا واحد راضي انه ياخذ الفلوس. ها؟ شوف ما نعرفه لا فكرنا فيه ولا قلنا بنجيبه. لا تعال وقف مو عندك انت بتعرف الشيء؟ تعال لا بسرعة طبعا هالطالب كان يسأله قبل شوي شنو الشيء فالحين قرر انه يجيبه. يمكن توافق عليه. تعال يا لا تطالع هيك يا باي. ايش؟ ايش رايك بال 500؟ 500 أخذها؟ لا ليش؟ 500 وايد سرقة وايد ما حد بيعرف.
لو بس الله يعرف. اوكي الله بيعرف. خلينا ناخذها. ليش ما تاخذها انت؟ انا بس اخذها. اوكي خذها انت بس. بس كن معي. تعاون معي. لا. ليش؟ طب الله يشوفك. بس انت بتكون بعد معي، كن معي. بس لو بنتقاسمها. بنتقاسمها. انت بتاخذ الاكثر. لا، حتى وين؟ بس. صراحة مواقف وايد حلوة اللي شفناها اليوم في هالحلقة. أنا ما توقعت إن ما حد راح يرضى إنه ياخذ الفلوس. كلهم قاعدين يقولون ما يصير ناخذ الفلوس، الله قاعد يشوفنا، حتى لو أنت بتاخذ ما يصير تاخذها، إذا الناس ما يشوفونك رب الناس قاعد يشوفك. فمواقف جدا جميلة شفناها في حلقة اليوم، وهذا دليل إن يعني الشخص اللي يخاف من الله راح يكون الله معاه في كل مكان، فحتى لو شاف مبلغ بسيط ما ياخذه، سواء كان ريال هذا مو بلك ومو بحقك فما تقدر تاخذه. فالحين شفنا معاكم هالمواقف، انا بقوم الحين بطلع بروح عند الطلاب اللي جابهم عبد العزيز عشان اعرف ليش هم ما اخذوا هالفلوس. طبعا انتم كلكم هني لان عليكم عقاب. ليش تضحكون؟ عليكم عقاب. ليش عقاب؟ ليش اخذتوا الفلوس اللي هناك؟ انا شايفك انت اخذ وشايفك انت اخذ الفلوس. ايه العشره هذول عشان واحد قلت له والله ما اخذ عشان زين. ليش يعني انت ما اخذت؟ انت ما اخذت؟ انا قلت عشان ما اخذ عشان جاء يقول لي هذا. زين وانت والله انا ما اخذت، هو قال لي تاخذها معي. بس انت قلت له خذها عادي. انا قلت له اذا تبي تاخذها بس انا اول شيء قلت له ما يصير تاخذها. ما يصير صح؟ زين شنو؟ انا قلت الله يشوف. الله يشوف. يعني ما حد فيكم خذه؟ لا. وعبد العزيز؟ وعبد العزيز هو اللي عبد العزيز. وانا بس تكتوي كل تعال بودي. زين ليش 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 ما خذيت؟ انت ليش ما خذيت؟ 500 ريال 500 ريال قدامك، ليش ما خذيتها؟ حرام فلوس حرام. مو بلك صح؟ وانت ليش ما خذيت؟ يعني اول لو اخذتها بتجيني سيئات وهو يقول لي ما حد يشوفني، انا قلت له الله يشوفك وحرام كمان. وانت؟ ليش ما خذيت؟ ليش؟ 500 أنا لو شفت 500 يعني يمكن أخذها. أنت ليش ما خذيت الخمسمية؟ ليش حرام؟ ليش أخذ فلوس؟ يعني مو بلي، يمكن حد ضيع حطاني، يمكن هو عطاني إياها وهي أمانة من حد. صح صح. زين وأنت ليش ما أخذت ليش ما أخذت الخمسمية؟ أنا قلت له أنه حرام. ما يصير تأخذها، مو بلك صح؟ وانت الله يشوفني وانا معاقب اني ما خذيت 500. مش معاقب قاعدين نمزح معاك. هاي كله اللي صار كنا قاعدين نصوره، هاي كله صار ترى مقلب. كنا قاعدين نصوركم من ورا هني وعبد قلنا حق عبد العزيز، شو عبد العزيز حتى مركب مايك، قلنا حق عبد العزيز تعال اسحب الطلاب خلينا نشوف منو ياخذ الفلوس. وانتم كلكم ما شاء الله عليكم كلكم كنتوا ابطال، ما حد فيكم رضى ياخذ الفلوس. ليش؟ لانه مبلغ صح ولأنه حرام. وحتى في بعد واحد خذ الفلوس راح خذاها أعطاها المشرف. فإذا شفنا فلوس في مكان مو بلنا شنو نسوي؟ ناخذها؟ لا. ناخذها؟ ليش ما ناخذها؟ لأنه مو بلنا صح؟ ممكن ناخذها ونعطيها مثلاً سكيورتي موجود في مجمع، ناخذها نعطيها الأستاذ الموجود، ناخذها نعطيها أبونا وأمنا على أساس أنهم يشوفون هذه الفلوس حق من صح؟ وبعدين عبد العزيز ترى مو بشي، عزيز طيب وحبيب، بس إحنا قلنا له مثل صح؟ عبد العزيز انت قول لنا الحين، شوف الكاميرا، هاي كاميرتك هذه صح؟ هذه كاميرتك، قول لنا الحين الموقف هاي الطلاب اللي كانوا معاك ايش رايك بتصرفهم؟ تصرفوا زين عشان لو خذوك كان اي شيء صرفوه بتعاقبون عليه. يعني هذه الفلوس مو بلك وحرام، اذا صرفت فيها يعتبر شيء حرام صح؟ ايه. زين والحين انت حاولت تقنعهم بس ما قدرت يا عبد العزيز. طفشت وانا قاعد احاول. عبد العزيز تملل ويحاول يقنعهم انه ياخذون المبلغ بس ما حد خذه. هذه المواقف يا جماعه مواقف جميله جدا احنا نشوفها، حتى لو كان في مبلغ انت قاعد تشوفه قدامك ما يصير تاخذه.
لانه مبلك ومالك حق فيه، تاخذه ممكن تعطيه مشرف، تعطيه اي حد موجود على اساس انه يعطي هذا المبلغ للشخص اللي يستاهله او للشخص اللي له هذا المبلغ. ويعطيكم العافيه على هذا التصرف الجميل، وهذا يدل على تربيتكم الطيبه وتربيتكم الحسنه، وكلكم ما شاء الله كنتوا ابطال. واكيد لازم يوم تطلعون من هنا هالموقف تنقلونه حق الناس، ان حتى يوم تشوف ربعك الحين تقول لهم احنا لقينا 500 ما اخذناها. لازم تفتخر بنفسك، انت تفتخر بنفسك، وانت تفتخر، وانت تفتخر، وانت تفتخر، وانت تفتخر، وحتى عبد العزيز يفتخر بنفسه ان انت شفت هالمبلغ وما خذيته. تمام، يعطيكم العافيه. مش معاق كثير.